سيدي يحيى، سبحان الله، عام جديد وعام يعني على ما يبدو عام بكل أفراح وعام أعتقد. فمن بداية عام صديقنا هذا محمد يبدأ عام بفرحة جميلة جدا، وكل شعب يتمنى أن يزوج فتاة أحلامه. فأتمنى يعني أقول له لأقول هذا محمد ألف مبروك، وأتمنى لك حياة زوجية سعيدة، وأتمنى لك دنيا تكون جميلة جدا. فماذا تقول لصديقك هذا محمد؟ نعم، قال في ناس أفرام زايدة، في ناس بيتألموا. أنا سعيد جدا وكل سعادة حبيبي والله. كم رأت سيانبان، أنت صديقي وأنت أخي وأنت سندي في هذا الحياة وأنت سندي في هذا الدليل. أتينا هنا لعجل نفرح، لعجل نستمتع بأفراح. عام جديد 2023، فأتمنى لك حياة زوجية سعيدة. والله ما أعرف كيف أعبر عن فرحي بالضبط تجاهك، قدر ما قدمت فرحتي لا أستطيع أن أكف عليه، ولكن هكذا هو الحياة. أنا ما كنا رفيق، ولكن الطريق هو خيرتنا. عند أصبار رجل ثاني يعني بالنسبة لي بقيت رجل عالي جدا، فأتمنى أنت المقدم وأنا أكون لايف أمامك وفي خلفك وفي ظهرك وفي صدرك إن شاء الله. طيب يا سيدة أبو يحيى، عشت لحظات جميلة جدا أنت والسيد العريس آدم محمد ما يتلقب ب كاميرا سيامبانغ. كاميرا سيامبانغ، فحقيقة كاميرا سيامبانغ أنا لا أعرفه، لكن أخي وحبيبي وصديقي والله أتمنى له حياة دائما يكون مبتهجة وسرور. فأعتقد كثير من الفيديوهات شاهدتها بينك وبين سيامبانغ متبادلة، وماما أخونا صديقنا أمبلابور، فكثير من الأصدقاء. فأنت اليوم شنو رأيك إنه هو يقدم قدامك إنه عايز يتزوج وأنت ما زال يعني؟ صدقني يعني أنا فرحان وأنا سعيد، يعني أنا ربما أكون أسعد إنسان كويس إلا ما يكون أسعد مني إلا يكون والدين، لكن بالنسبة لي أنا أسعد جدا بالنسبة له لكم سيامبانغ. إني صديقي مش أنه صديق البلد هذا ولا في قرب هذا، كان هو صديقي في البلد، كانت رجل يعني بمعنى الرجل صديقي سعيد جدا. هذا رجل سعيد يعني أنت اليوم سعيد يعني يا ولد حبيبي. هذا الرجل إذا عشت معه تلقى كل السعادة وكل الفرح وكل يعني رجل ممتاز صديقي والله. يا سلام. فا يعني أنت ما زعلان بأنه هو يتقدم منك يعني؟ أنا يعني مش أنا يتقدم أنا خلاص يعني هو سبقتني في الحياة، لا، أنه هكذا هي الحياة، أنما ربما نختلف في المخادير. هو قدره ولا جسده ولا اختار هذا الطريق، ولكن فصندم فأكون أنا لايقا يعني خالص، وكلنا يعني في هذا الطريق، والزواج هو سنة الله رسوله خالص. فنحن كلنا نتزوج، كلنا نجيب كلنا أولاد، فأتمنى لك كل اللي أعرف. يا سلام. فحقيقة دي حاجات جميلة جدا المتبادلة المشاعر طبعا في القربة وفي في داخل الوطن. فصراحة كده آدم محمد فأخونا مجاهد كثير من الأشياء ذكروا عنها، فكانت ديما أشياء إيجابية. فأتمنى لك حياة زوجية سعيدة، وأتمنى لك من كل قلبي عام لك عام جميل، وحياتك تستمر بالأفضل. وأتمنى لكل الشباب العايزين يتزوج في العام أو عام الجاي أو عام الماضي، فأتمنى لكل الشعب السوداني أن يكونوا بخير، وأتمنى لك حياة زوجية سعيدة، وأقول لك من جديد ألف مليون تريليون مبروك. تسلم والله يا كمال حسن وكل أبرار هذه السوشيال ميديا. فأتمنى كل إنسان يحني صديقي هذا الرجل بمعنى الكلمة. فألف مبروك، فألف مبروك أولا وثانيا وثالثا، فألف مبروك.